نمشي نمشي وبعتوني بعد العيشة لا اشتري خس وتوت التقيت بواحد مبسوط عم يعمل مقالب لا مغلوب ولا غالب حفت ستي ام مسعود هي وعمتي ام محمود كانوا بعرسها هي وشافوا الكاميرا الخافية كانوا بعرسها هي وشافوا الكاميرا الخافية عم بتصور هون وهون من الصبح لعشية صورني صور صورني خد مني ودي وما تسيبني صورني صور صورني خد مني ودي وما تسيبني خلي المصفق يا احمد بن نفرفش يا بوي الفرفشه فيك فرفش يا بوي الفرفشه فيك لا تغمزني بعينك لا تغمزني بعينك الكاميرا ما بيني وبينك لا تعصب الله يرضيك طول بالك شوية شكوكية شكوكية ليك الكاميرا الخافية نحن منعرف شو اللي صار خلي روحك هادية هون بصول وهون بصول هون بصول وهون بصول هذا الشغل مو معقول هذا الشغل مو معقول لازم نرجع ناكل فول الكاميرا شغلها على الأصول لازم نرجع ناكل فول الكاميرا شغلها على الأصول طيمشي ومنمشي من الصبح لبعد العشاء وطيمشي منمشي من الصبح لبعد العشاء عم نصور مقالب بالضحكة الحلوة مزركشي طيمشي منمشي هلأ يا ترى كيف ممكن الإنسان يكون شخص صالح بهذا المجتمع؟ طبعا هو في حالات كتير 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 ولازم نحكي عنها بس أهم حالة هي يعني إذا شاف شي غلط يحكي يحكي وما يخاف يوف شو دخلك أنتي؟ إيش وأنتي بدك تصلحي الكون؟ لك أنتي كيف بيجي من ضميرك تشوفي شي غلط وتسكتي؟ آه ضميرك هلك هاي الكلمة سمعنتها مغربة علي إيه خمس حروف ما حذرت شفتي شلون؟ حبيبتي طنش وبسكت أحسن ما أكلها مثل غيري شرفي شوفي شو صار مع غيري في قميص هيك نعم بنطلون جينز خليه يقيس هيك عليه شكله كتير حلو بيطلع عليه لا ما في غير لون نعم غير لون الوان لا في الجينز في غير هذا اللون نعم مدام هذه تشتغل عندكم ولا لا مدام ما تشتغل عندنا لكن عفوا مدام ليش عم تسمحتي هذه تشتغل هاي تسرق شو هاي تشتغل عندكم ولا تاخذ في اغراض بتخليها بالشنطه لا هذه زبونه مدام شو عم تقولي باقه تخلت اغراض بالشنطه شو تسرق اكيد شفتي انها سرقت هلا بقولك بعيني شوفي كيف شفتي حرمه شوفي سوري مدام ها شوفي في الشنطه نعم شوفي في الشنطة كيف في شنطتي هاي نعم كيف شنطتي شو فيها الشنطة أكيد فيها بارفان فيها ميك اب افتحي سوري افتحي نشوف بس ما من حقك نعم لا احنا شفناك هيك خليتي أغراض أنت زبونة ولا أكيد مدام شفتيها لا ما صدقيني افتحي شنطتها وشوفي يا جماعة افتحي الشنطة أنتوا فاضيين والله شو فاضيين يا أختي أنت خليتي أغراض بالشنطة مو عيب عليك أنا شفتيني خلينا نشوف خليني نشوف الشنطة شوفيها إذا شو رأيك إني أنا شفتك وأنتي تحطين أغراض الله أنت ما تستحين هلا أنت صدق قليلة أدب يعني فوق ما تسرقين إيش مالك تتبلين على الزغرة تتبلين علينا سوري سوري اسمحوا لي راكم في محل راكم في محل محترم ومحل راقي لحظة شوي لحظة خلنا أرجع هذا مكانه تقولوا لي أنا أسرق شوفيني أنا برجع افتحي الشنطه خليني لا ما يحق لكم العموم حبيبتي انت حره هلا هاي سرقه غراض اما انتم تتبرعون متاكده تعالي حبيبتي تعالي لحظه لحظه لا الحين بدي عفوا 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 انتم تعرفوني انا منو انت منو يا مو انت واحده حراميه انا 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 ما برد عليك تعرفين ليش لان احتراما الشكل حتى انت ولا شيء هالحين اذا انت سارقه سوري حبيبتي لحظه يا جماعه انت ترضين تسرقين انتي منو وانا اجي اقول لك انت اسكت 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 خاله اسكت شو هالكلام اسكت خاله يا حبيبتي انا ما سرقت وانا شفتك بعيني زين يلا لدرجه اني كنت اسوي لك
يعني انا لحظه ليش انا كنت اعمل لك يعني انا ما بخبر حدا اسرقي حلال عليك انت تدرين شفتين بعيونك هذول عيونك ما باغبقهم بصابيع انت صدق ما بتستحي هي ما تستحين على انك عم تسرقين الحين شوفي هالطريقه يا حبيبي الحين اذا ما تطلع لي بجنطتها والله انا مو مجنونه اطلع عندك ان شاء الله انا مو مجنونه يا حبيبتي شو فيكم انتو لا شوفي كاميرا خفيه وياك يا حبيبتي قبل لا تطلعين اغراضي مشكوره صراحه ما شاء الله عليك انت كيف تعقني في الارض الصراحه انت سويتوا فيني وايد اول شيء تعورت في ريولي بس ما شاء الله عندك بدي قرد قوي يعني تعال يا السارق يا باي النسوان مع داي طبعا بيضلوا بينقوا يعني على انه جوزي ما عم يدللني على انه جوزي ما عم يجيب لي شيء هلا فكرت شي وحده من بيناتهم تهدي جوزها ولو ورده انك تهديه ورده وتشوف هو كيف بيتغير وكيف بيصير بيعاملها حبيبتي ورده ما بكفي بدك سله القصه لا قصه سله ولا قصه ورده قصه يعني رمزيه معنويه اي اصلا الورده على قد المحبه يعني انا لما بدي اشتري ورد بشتري سله ما بشتري ورده وبهديها لجوزي بس شوفي لمين بحملها ساعدني لو سمحت بس دقيقه إذا أفع السيارة لك دقيقة لأنه تحممت لا سامي هلا بحكي هذا شو عملت أنت كبيت لي عليها ماي؟ لا نزعت لي إياها أكيد لا يعني مش منين إجت الماي؟ هتشتغلوا فيي حاسس شيء حدا؟ لا مو أنا مين لكن؟ دول الكاميرا الخفية منين اجت الماي؟ هو كب علينا؟ لا منين طيب؟ ما بعرف ارفعيها والله يمكن هي فيها شيء هي فيها؟ ما ممكن كمان الكاميرا الخفيف تكون حاطة فيها شيء؟ شفتيها؟ سيئلك لو سمحت تساعدني فيها بس مشان ما تنتزع تحملي اياها هيك كمان انا يا زياد يا لطيف جسمي يبسان على الاخير يعني ساره كل حركتنا من البيت للسياره من السياره للشغل لازم واحد يعمل له ولو ساعه رياضه باليوم شو رياضه ما رياضه انت تانية شو هالتفاهه هي روحي مثلي غني هلا هاي الموضه عم تمزحي انت شو خص هي بهاي لك اذا مذيعين رياضه قلبوا كلياتهم لمذيعين برامج فنيه شوفي تفرجي مرحبا تاخرت عليكم ما مرحبا كيفك تمام الحمد لله تاخرت شوي انا جهزتي ال ها بس ما تعملي فينا مثل هذيك المره يقول انا فاضيها
تأكدي منه. قربي الترابيزة كيفك مشان وقت نجمتنا وحبيبة الجماهير. طب ايه بقى طبيعة البرنامج او طبيعة اللقاء اللي انت عاوزني فيه؟ هي هو اسمه لقاء مع نجم، يعني هيك هو هيك اسمه البرنامج، اسمه لقاء مع نجم. لقاء مع نجم زاوية من البرنامج تبعنا المنوع. زاوية إيه؟ من البرنامج بتاعك؟ لا زاوية رئيسية، يعني آخر حلقة، آخر الحلقة بتنزل. أصدق فقرة يعني؟ فقرة أيوة هيك إحنا بنسميها. يعني بسموها سوري زاوية. بتسموها زاوية؟ إيه زاوية منفرجة، يعني زاوية أي أرض إلى أي حد بتلاقي نفسك في موقع الدفاع ضمن هالممثلين الكسر في بهالوقت. يعني الدفاع؟ إيه؟ وانا داخل حرب؟ لا انت بدك المفروض يعني ايه داخل حرب اجيب دبابه بقى معايا ولا طيب. حرب الجي طيب مثلا يعني نوع يعني من الاسئله دي. يعني مثلا انه امتى وجدتي نفسك بموقع التسلل امام بعض اللاعبين بالفن، يعني الفنانين التسلل؟ ايه انت متاكد انك عاوز حنان شوقي ولا ابراهيم حسن ولا حسام حسن؟ لا انا الاساس اسرع، لانه انا بالاساس مذيع رياضي، اساس مذيع رياضي يعني هرك ابيض اللي اشتغل بالرياضي. ومين اللي قال لك تعمل في الفن؟ مش عم تكتب فاهمني واحده يعني هلا انت اذا صح لك نص واجى حدا اخده بتحسي حالك بموقع هجوم ولا قلب هجوم ازائهم هجوم ولا قلب هجوم؟ إيه مشان تجيبي النص اللي لازم يكون لك مثلا. انا ولا بطنش. اذا صار خلاف بين فناني وفنانه بتحسي حالك بحاله التحكيم لهالامر هذا ولا لا؟ ببقى يعني ببقى زعلانه او متضايقه ان انا شايفه ده، يعني بتضلي على خط التماس بدون ما تقربي على حدا؟ لا، لان بعتبر ان كده مش حلو شكلا. يعني تحسي ان المخرجين يعني عم يعطوكي حقك مثلا ولا بيرفعوا لك بطاقه الغلط نعم كمل ولا صح؟ يعني بتشعري انت من اللي حواليك بتشجيع كبير؟ اللي حواليا منين؟ من الجمهور. ايه في تشجيع كبير. انا بحب اثناء ال نعم يعني اثناء العرض. كم مشهد باليوم ممكن تشوطي؟ ما ترجع للرياضة أحسن. قديش فيك تشوطي كم مشهد؟ إلا شوط كم مشهد، هو بالممثل ده بيشوط كم مشهد؟ أثناء التصوير في تبديل؟ بتعملوا تبديل تياب مثلاً؟ طبعاً تغيير على حسب المشهد، راكور وهيك أشياء. ايه هو اللقاء انت؟ انا عايز افهم ايه اللقاء. ثلاث ارباع الساعة اول لقاء، ترتاحي ربع ساعة نرجع بنعمل لقاء ثلاث ارباع الساعة. ليه؟ مشان ترتاحي بكرة ونعمل اللقاء مرتاح، يعني بين الشوطين، بين اللقاء بين اللقاءين، عرفتي كيف؟ يعني اول ثلاث ارباع الساعة بعدين ثلاث ارباع الساعة. واذا حسينا انه الاسئلة ما خلصت بنمدد. بدي لك تايم تاني. لا بنمدد ربع ساعة وقت اضافي. انت بقالك يعني بقالك قد ايه يعني بتشتغل سوري معلش يعني مذيع فني؟ لسه اول يعني اول لقاء هذا. اول لقاء معايا؟ لانه جديد يعني. ايه يعني جديد، مالي زمان انا من ناقليني. وقال فوت فوتك يا يعني اذا جاكي فيلم. من اي زاويه يعني من اي زاويه بتنظري له؟ من اي زاويه؟ ايه يعني بتحطي الفيلم بين عارضتين؟ تحبي الفيلم بين عارضتين بتتفرجي عليه ولا لا دغري بتدخلي؟ بين حساب المثلثات. حساب المثلثات بحطه. طيب ابعتيلي الكاتب بندق. شفت اخر ماتش؟ بنحكي فيه بعدين هلا. المهم ال
يعني بكره على هذا بنعمل لقاء. لا متاسف. ها معلش انا مش هاجي بكره. لا تكتب الاعتذار. لا. وقد رفضت. هو انا في ما بحس بعض الاسم. هو انا قدامه كني يابا ايه ولا قد رفضت؟ انا مشان يعني توثيق اللقاء مشان المحطه ما نقول انه محطه مين؟ محطه السكك. محطه سكة محطة, سكة محطه سكه الحديد. لا محطه. انت بتشغل ايه بالظبط؟ طيب يلا يا ليلى يا ليلى اكتب. الساعة التاسعة جلست الفنانة حنان شوقي والخوف بعينيها مع صحفي عديم الهوية. الموعد الساعة كام؟ 9:30. مش جاية. هنقابل الفنانة النجمة حنان شوقي. مش هقدر اجي لو سمحت. وتقول مش هقدر اجي. لا انا متأسف مش هقدر. احنا بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله. اتفضل سريح يا بندق. مش هقدر اعمل معاك لو سمحت يا بندق. حكينا لها لو سمحت يا بندق. لو سمحت بندق ما تبعد. اللي ما تبعد دوت. لا لا ما يبقى. لا ما بحبش الحاجات دي. مش بغرب انا. ما انا استنى انت يا بندق. مش عارفه مش مرتاحه له. ما في شيء. ليش اخت حنان احنا بندق خلينا لحظة شوي. اجينا ضوعنا وقتنا هلا كل هالوقت اللي ضوعناه. انا عايزة امشي. ها عايزة امشي. امشي معك مساحة منيحة اذا بدك. يا مساحة فين؟ بقول لحضرتك انا عايزة امشي. طيب احنا بدنا نمشي مالنا قاعدين كمان ورانا شغل. عايزة امشي. ورانا شغل. احنا ورانا شغل بس كملي الاسئلة. ناخذ موافقتك. بندق راحوا الاسئله اهي. عيدهم عيدهم عيدهم. تفضلي نعيدهم اللي كتب عندك. حصل مشاده عفوا عفوا عفوا. لا حصل حصل نتمنى تكون عجبتكم حلقتنا لليوم وبدنا نشوفكم بكره. لا اكيد بدنا نشوفكم بكره. باي.